تحدياتي هذا الصباح، تحدياتي نهائي بطولة كأس المفاريد الذي يقام على أرضية ميدان الطائف عروس المصايف. إذا متابعي الكرام، أعلنت بداية وانطلاقة الشوط التاسع عشر الخاص بالإبكار، ومن مسافة الاثنين كيلومترات هي المسافة المصاحبة للأسماء والشعارات الحاضرة والمتواجدة على أرضية هذا الميدان. مقدمة الشوط والمركز الأول نتابع إلى أسماء ريمة نافع بن عايد بن سالم سناني مع المركز الأول، ومع البداية انطلق وباحدا عن نوماسي هذا الشوط. المركز الثاني أحمد بن مانع بن دواس آل عامر مع الرياضية، والمركز الثالث أتابع الوصول من شعر علي بن حزاب الراشد بن عبد الله بن قرح مع انطلاقة أخلاقه القادمة ونجاح تحضر بشعر صالح بن ضيف الله بن علي البريكي مع نجاح، وأتابع الوصول مع المركز الخامس ومع الجانب الأيمن أتابع شعار محمد بن سعيد بن صالح الزيري مع الشبابية، ولكن لنا عودة إلى البداية وإلى الصدارة إلى ريمة وإلى الشعار الجني نافع بن عايد بن سالم أسناني الجني مع المركز الأول، ولكن غير الشعار علي بن حزاب الراشد بن عبد الله بن قرح مع انطلاقة إخلاق، ولكن نجاح تحضر من أجل الكفاح، تنطلق بكل كفاح تكافح من أجل الانتصار من أجل ثبات الوجود على أرضية ميدان الطائف. نجاح صالح بن ضيف الله بن علي الأفريقي، نجاح لم تصدر الأوامر لم تصدر التعليمات حتى هذه اللحظات، تنطلق والعصب الأبطال بدون أي أوامر، ولكن القادمة حذاري من سلطان عبيد بن علي بن عبيد بن راشد السناري والقادم. وأتابع مبروك محمد بن عبيد بن سلمان التميم الدوسري، ولكن نجاح تحضر بكل كفاح تنطلق بالمركز الأول. مبروك هي الواصلة، وصل الدوسري محمد بن عبيد بن سلمان الدوسري والسناري مع سلطان، ولكن مبروك بالمركز الأول بالبداية سلطان. الأمتار الحرجة مبروك تهانينا والنماس لماركي، مبروك بشعر محمد بن عبيد بن سلمان التميم الدوسري منتزع نماس هذا الشوط. المراكز سلطان عبيد بن علي بن عبيد بن راشد السناري، والمركز الثالث صالح بن ضيف الله بن علي البريكي، والمركز الرابع شعر ناصر بن سالم بن علي الهمامي مع شوهين، والمركز الخامس شعار حمد بن علي بن سلام الهاجري مع نوايا. إذا متابعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء، كما تابعنا هذا الصراع وكما تابعنا هذا النزاع حتى الأمتار الأخيرة، وكان بطلة هذا الشوط مبروك من انتزعت نوماس هذا الشوط بشعار محمد بن عبيد بن سلمان التميم الدوسري، من انتزع نوماس هذا الشوط ومن قدم أداء ممتاز مع انطلاقتي مبروكة واندفاعي مبروكة، حضرت بالأداء الرائع والأداء المتميز، حضرت بأداء رائع. التوقيت الزمني توقيت مبروك 3 دقائق 3 ثواني 30 جزء من الثانية، توقيت مبروك بشعار محمد بن عبيد بن سلمان الدوسري سلطان، ثانيا احتل ثانيا بشعار عبيد بن علي بن عبيد السناري، والتوقيت الزمني 3 دقائق 3 ثواني 83 جزء، هكذا توقيت سلطان مع المركز الثاني. المركز الثالث نجاح صالح بن ضيف الله بن علي البريكي 3 دقائق 4 ثواني 95 جزء من الثانية، توقيت نجاح. المركز الرابع عزاوي بشعار جلوي بن عبد الله بن فلاح بن حذلي مع المركز الرابع، والمركز الخامس نوايا احتلت المركز الخامس بشعار حمد بن علي بن سلامة الهاجري. إذا متابعي الكرام تهانينا لمالكي مبروكة من حلقت وانتزعت نوماسي هذا الشوط، وحضر شعار الدوشري وحضر بحضور رائع
وبحضور الأبطال دائما وأبدا. يحضر شعار الدوسري مع انطلاقة شعاره واندباع اسمه محمد بن عبيد بن سلمان الدوسري. لمتابعي الكرام متمنين التوفيق والنجاح لجميع أخوة.